بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لهذا الشعب الطيب الصابر الصامد على حدود بلادنا الحبيبة الفائتة واللاحقة. أنا لي إحساس عميق بأن الجنوب سيأتي طائعا مختارا للوحدة ولو بعد حين. أنا عندي إحساس بأن دارفور بكل أبنائها قادمة للسودان الكبير في هذا العام الجديد. أنا متأكد بأن عام 2014 سيشهد انبعاث سلماء بكل موجاته المسافرة داخل الشرق الحبيب. أنا متفائل بأننا قادمون، هؤلاء السمر الميامين قادمون بالعسل والحليب والفكر والوحدة لصالح العرب وللأفارقة وللعالم. دعونا نحلم بعام جديد سعيد، بس داري لنا شوية عجلة في الحق ومهلة في التنفيذ، مهلة من أجل التجويد. يعني دائما المصورين ديل وناس الاستوديو دائما متعجلين كده، يقول يا جماعة نحن على الهواء. قام يقول لهم يقولوا بسم الله، يقول لك نحن على الهواء. فقامت ذكرتني نكتة لأستاذ سوداني الآن هو أستاذ قرآن وتفسير في إحدى الجامعات العربية، زي ما يقولون هنا في الجزيرة يعني مكانة وثروة وقيمة فكرية البيتفر وما يرمي. فهو بيحكي لي إنه كيف بقى أستاذ جامعي، قال لي أنا حصة القرآن اشتغلت، قال لي في واحدة من المدن الشمال دي في مطعم حفظ القرآن، قال لي حفظته من أجل الحفظ والبركة يعني. وأنا قال لي الوقت داك صغير، فقمت اشتغلت جرسوف في مطعم، وتعالى قال ناكل ونشرب ونلقى لنا ما هي. فقام قال لي بيجوا مجموعة من التجار من الخرطوم عشان يشتروا لهم أسمنت من المناطق دي. فقام قال لي دائما بيلتقوا هناك في مطعم مشهور اللي هو شغال فيه، وقال لي جرسون. فقال لي ما شاء الله العربات واقفة جديدة والقروش كده. بعدين قال لي التجار عندهم كرم كده يعني مصهري كده، وقال لي أنا بخدمه وبعدين أقوم أجيب لهم السمك وأجيب لهم اللحمة واجيب لهم الكبد واجيب لهم كده. فهي تجي عربية كده داخلة أصحابهم كده، يقول لي الترابيزة تكون دوبة مليانة، يا ولد تعال جيب ثلاثة سمك هنا وجيب كبدة هنا. فقام قال لي أنا بتخلع، يقول يا جماعة يا جماعة ما تخطوا الرحمن في قلبكم، يا جماعة تقولوا بسم الله كده كملوا قدام. قال لي لما عائل بتاع المطعم بشوفه صار يوش في قصة تقولوا بسم الله دي وخدتوا الرحمن في قلبكم. قال لي مرات ناس يسمعوا كلامي مرات ما يسمعوا كلامي. فأول ما انتهت القصة دي قال له بتاع المطعم ناداني قال لي شوف هوي، أنا زول يجي داخل مطعمي ده لا داير يقول بسم الله ولا يخد الرحمن في قلبه، أمشي شوف لك شغل أنا اشتغلها. قلت له والله زول ذاته ما بدور الناس يترحمنوا ولا يقولوا بسم الله، انا ذاتي شغل ما داير، مع السلامه. فقام قال لي والله جيت هنا الخرطوم كملت قرايتي وحضرت وبقيت استاذ في التفسير. قال لي شوف بسم الله الرحمن الرحيم دي وصلت دي وين. فحسن انا داير اقول للناس الفاتحه دي ما خدتوا الرحمن في قلبكم وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، البرنامج ده بيقضى يعني. على مدخل الاستقلال في كلمات أرجو أن تكون هينات
لينات في هذا المدخل ونحن مقبلون على العام الجديد. أنا عندي نظرية قديمة إنه الشعب السوداني بيكتب أغنياته بمعنى فيه إفاضة وفيه توسيع لقاعدة الجمال. فبقوم بقول لهم يعني أي أغنية سودانية اتكتبت بصدق هي صالحة للاستعمال لكل الأعمار. حس قلت لهم زول لما نسمع أغنية الذكريات بتاعت الشفيع دي الكتبه ود الغرش ويتأمل لا يعرف أغنية للصوفية ولا يعرف أغنية للعشق ولا يعرف أغنية للجمال ولا للإخوانيات. كل ما تقبل عليها من عمر وفكرة تتسع. ولذلك أنا قمت مرة كتبت عن الاستغلال بهذا البعد. أفتكر إنه نحن عندنا في السودان ده أصلا عندنا فيتريتا وعندنا قطن وعندنا ضان وعندنا غنى تاني ما عندنا أي حاجة. لو مسكنا في الحاجات دي قوي على الحل بناكل وبنشرب وبناخد لنا نمة كده ويهدوا الدنيا كده. تاني في شنو؟ تاني في شنو؟ الشبع واحد عند كل العالم والنوم واحد والموت واحد. بعد ذاك الناس يرجوا الله يا جنة يا نار. تاني ما في حاجة في الدنيا يعني. ولذلك هذه كل الفلسفات التي تتحدث لا تستطيع أن تخرج من هذا الإطار. ما في. فكتبت يوما كل يعني زي مثل هذه الليلة يعني كل ما تباعد السودان المليون من المربع بلغة بسيطة يعني كل ما تباعد السودان المليون من المربع أصابني جريح عمر البنا. عمر البنا ده أخطر ما فيه إنه مغني وشاعر، ولذلك أي محاولة في إنك تفرق بين لحنه وكلماته غير ممكن، لأنه واحدين بلحن واحدين بيكتبوا شعر، لكن ود البنا ده يخرجها أغنية كاملة. ودائما يقوم عتيق الله يرحمه يقول لي عمر البنا شادي وشاعر. فقال لي أغنياته جميلة لأنها تخرج كاملة بكلماتها ولحنها وأدائها. فود البن عنده جرح لهذا الجميل النافر المستحيل. بعض أهل الظاهر يعتبرونها صبية ولكنني يعتبرها وطن. يا وطن أقرب أكشف الألحاظ أخلب الأطرب. عاشقك المسكين بهواك هضرب من جفاك ألذ لدغة العقرب. ولا يبدو أن الشعر الرمز في ليلة مثل هذه الليلة ليلة الاستقلال وصباحه سوف ينقضي أو يزول، وفي حالات كثيرة يصبح شعر الرمز أكثر وضوحا من الهتاف والتظاهر. يا علة المعلول، كم من أسير مغلول ما لاقي لحظة حنان. إرى وعدك الممحلول زي حجة الوسنان. الفي غد مجهول والماضي اسمه الكان. نفديك شباب وكهول ونبقى ليك أركان لحيك المهول ونخدم السكان. ولو من كل الذي أراده السيد عبد العزيز في قائد الأسطول من كل هذه القصيدة لو خرجت الخدمة المدنية بعبارة ونخدم السكان لكفاها ولكفانا كل هذه التراجعات. ود بحري أرضا يعني ود بحري مصطفى بطران قال أنني لا أمل من الاستماع لسيد أيضا
يعني أنا في كل الغنى العربي ما سمعت نص غنائي يحتفي بالمرأة ويمجدها في وقار وسعة وغزل ما رائعة سيد عبد العزيز. طبعا أنا بفتكر كل شعراء الحقيبة ديل كوم، والسيد عبد العزيز ده حديقة بذاته، يعني ده كوم من الجمال يعني. وكيف لكن سيد حاجة تانية، الجبر فيك بتخيل محمية الحمى المحام حداها دخيل. لاحس عليك الله، كلنا بنكتب شعر نتعلق فيه ونتأزم فيه وندعي فيه، يا في شعر البنية يا في عيونه يا في كده. لكن شوف سيد، شوف الطلاقة دي مكانيكي. الجبر فيك الجبرة طوالي بدا بالهيبة، معناه دي بتبلد يعني. الجبر فيك بتخيل محمية الحمى المحام حداها دخيل. ما كان أبوك بخيل بيت قبايل، ما كان أبوك بخيل بيت عز الرجال أهل الدروع والخيل. وشوف الرقة دي والهنا والسرور، يعني ما بس عنفوان وهناي، برضو في رقة. الجبر فيك بتخيل محمية الحمى الماحم حداها دخيل. ما كان أبوك بخيل بيت عز الرجال أهل الدروع والخيل والهنا والسرور. يا الراغي ست الجيل طرفك من حياة في عصر السفور خجيل. ليش هو الثقافة دي؟ يعني العصر ده كله يقول لك عصر السفور، يعني النسوان مرقن يعني. يا الراقي ست الجيل طرفك من حياة في عصر السفور خجيل. حسنك وضع تسجيل في صحف الدهور، يتلوه جيل عن جيل ليوم النشور. يا صحبة الإكليل، الحجاب يعني، يا صاحبة الإكليل ما أظن النهار العين تدور له دليل. شو بالله البلاغة دي؟ يا صاحبة الإكليل ما أظن النهار العين تدور له دليل. محياك نور جليل كنت أقول شمس لو ما الزمان كان ليل. وانت عليك نور. صديقنا الناقد كان يقول تعليقا على الحدث أن الدين جاء كملا لمكارم الأخلاق، ومثل هذا الشعر العفيف شعر الصناعية هؤلاء من مكارم الأخلاق. فلو قرأته فتاة الفيديو لما فعلت ولما جلدت، ولو قرأها الفاعل اللئيم بالإفساد والعقوبة لترفق. فهل هي دعوة لترسيخ مكارم الأخلاق ومطاردة الفقر واصطحاب العقوبات مهما كانت غليظة ضمنا ومضمونا؟ ولو أن سهولة امتداد البطانة همست في أذن البروفيسور قاسم بدري مدير جامعة الأحفاد بأن يجعلها رفاعة لرمزيتها وعراقتها ومكانتها في قلوب الرجال والنساء. دائما أقول يا ريت لو قاسم ده عمل الأحفاد دي للبنات وعمل له جامعة سماها رفاعة بكل فيما فيها من الرمزية. لكن يعني عمره طويل قاسم دائما يقول يعني لم يبقى في المال ما يكفي لبدايات جديدة، والعمر كذلك يا بروف. ولو وجدت مساعدا لاصطحبت الجميع معي بحجة مثل حجة خليل فرح أفندي، حجة ناصعة ومناسبة زواج صديقه كشة، مساعدة يزيدها زخما إغلاق السوق وتحالف أم درمان ومنادات عثمان. ألم يكن هو القائل يوما
طبعا قالوا اصلا يعني خليل حلفاوي ود ام درمان هنا ود الخرطوم، مشاته للجزيره ما كثيره، مشى لعريس كشة ده صديقه، والجماعه الماشي معاهم ادركوا انه كون يقعدوا لهم قعده وياخذوا لهم ونسه مع خليل فرح ما بيقوى، فقاموا غشوه، جو فايتين في رفاعه العريس في رفاعه ودوه معاهم مدني وقعدوا في مدني وفات العرس بيوم، وبعدين وصل رفاعه وكتب هذه القصيدة الاعتذار لصديقي، قوم نادي عثمان واتباعه وقفل حوانيت الباعة، نزلت لدينا شفاعة سعة ام درمان لرفاعة، هناك تلقى الخلق الإعرابي، لا خوف لا ضيق لا مرابي. بالله شو الثقافة دي، الحاجات مخلوطة مع بعض، يعني جزء ذاته من سعادة المدن انه ما يكون فيها مرابين. حس على البلد دي المطير بركته شنو؟ اي زقاق فيه مرابي، تشوفهم كده يرقشوا تفتكرون انبياء، كلهم مرابين، كلهم بتاع انكسر، كلهم بتاع بيع مضاعف واجل، عشان كده بركة ما في. ولذلك في عرس تخيلوا القيم دي قاعدة في الشعب كيف، الخليل فرح ده في عرس والضبايح والغنى والبنات يتذكر أنه جزء من سعة رفاعة وبركته إنها ما فيها مرابي، قوم نادي عثمان وادباعة وقفل حوانيت الباعة، نزلت لدينا شفاعة سعة ام درمان لرفاعة، هنا تلقى الخلق الإعرابي، لا خوف لا ضيق. ويا جماعة دي اللي بيجيب الربا، لا خوف لا ضيق لا مرابي، ظل الشكرية الكابي والشرف الأصل ركابي، أعذرني أخوك يتغشى، ما غشوا الجماعة ده مدني، أعذرني أخوك يتغشى لتعد هواك لا كشة، أذكرني ولو بيقشة بيت مال عيال يا كشة. ما رأيك يا بروف قاسم أن تجعل أحد أسماء، خليناه جامعة رفاعية خليناه خلاص، ما رأيك يا بروف قاسم أن تجعل أحد أسماء القاعات باسم كشة والأخرى باسم خليل فرح أفندي؟ أما شيخ عوض الكريم أبو سين ففوق غضبه وفوق أدبه وفوق حزه وفوق عربه، ما تديه كلية. صديقنا الأستاذ أحمد يوسف الزاكي تذكر الاستقلال وتذكر الراحل الشاعر الفز الأستاذ محمد علي، نحن برضو درسنا حصتين ثلاثة، وبعدين هو زول ساخر كان زمان، واحد من زمان أصو الأساتذة في اللغة العربية دي نوعين، نوع مؤدب كده وعلمه ضئيل، بيقوموا ناس التربية والتعليم وبقوموا مفتشين وكده موظفين كبار في الوزارة، وفي ناس متمردين وشعراء زي عبد الله الشيخ البشير، محي الدين فارس، محمد علي، كرف، ديل ما بيحتملوا الوظائف وما بيتأدبوا أمام الوزراء وكده، ولذلك متمردين كده، لكن علماء وشعراء. فالجماعة ديك اللي بيبقوا مفتشين في التربية والتعليم بيخافوا جدا لما يجي يفتشون، ما كانوا بيجيبوا يعني يجيبوا مثلا أستاذ بتاع لغة إنجليزية على زملاء يفتشوا نجوم بيدرسوا كيف، يتقدموا ولا يتأخروا ولا بيدرسوا المقرر ولا كيف. ولذلك بتحصل معارك كثيرة جدا لما يجوا المفتشين المتأدبين في وزارة التربية والتعليم المدينة والامتيازات وكده ونضاف كده متعطيين الرأس للإدارات العليا والوزراء وكده، كانوا بخافوا جدا لما يجوا يفتشوا ناس كرف ديل، وبعدين هون ذاتوا ناس كرف بيفتشوا ومداري يقول لهم انتوا ما عندكم علم، إذا كان بخافوا جدا.
ف بيذكر الجماعة إن واحد من المفتشين ديل جاء وبعدين جاي يفتش كرف، وكرف أعلم منه وأعلم من أستاذه ذاته، وقام كرف كتب له بيت شعر في السبورة وكذا، وقال يعني إن هذا يوم من أيام العرب يشرفنا فيه العالم النحرير والمستنير القدير فلان الفلاني، وهذه سانحة أن نقترف أنا وأنتم من علمه الدافق بيت الشعر، فليحدثنا عن الدلالات البلاغية فيه، وأن يشرحه، وأن يحدث عن قائله، وأن يعربه لنا. ده كلهم ما بيعرفون حاجة، والشكل طقت في المدرسة وكذا، وكتب ريبورت وكذا، قال أنا أجي كرف يعني أجي أفتش ويفتشني. فمحمد علي برضو جاي يفتش وكذا، وبعدين الأستاذ ده كان بيطلع له وشو أساسا كده، بطلع مذكرات يقوم يختصروا فيها العلوم كده، يقول لك مثلا المختصر المفيد في مادة البلاغة وكده، بيعوين مختصرات كده. وناس عبد الله الشيخ البشير وكرف بيمشوا يقدموا احتجاجات انه الكتب المقررة للتلاميذ في اللغة العربية ضعيفة، فكيف يسخروا من ديل؟ هو احنا كنا الكتب دي ذاتها ضعيفة، كيف يعملوها مختصرات؟ فبيسخروا من الاساتذة الفوق ديل في التربية والتعليم اللي بيعمل مختصرات دي بوقع في السوق. فمرة واحد منهم جاي راغب محمد علي زعلان منه في مختصراته دي، فقام قال له محمد علي انت يعني انا سعدت جدا يا اخي انك انت طلعت كتابك الجديد ده مفاهيم في والنقد. قال له اي محاولات في النقد، مالك داير بشنو كمان داير تالفه؟ يعني كانك داير تختصره يعني. فكانوا معتدين جدا بإمكانات وبثقافة. فالأستاذ أحمد يوسف الزاكي ذكر لي في الاستقلال قصيدة الشاعر الفحل محمد علي، وتذكر إطلالة اليوم ذاك فأهدانا بالهاتف وبصوت عميق ومؤثر أبيات الراحل: حياك مني الصاخب الخفاق ويراعتي يا أيها العملاق، أمي أبي خالتاي وجدتي يوما انتفضت من الممات أفاقوا لي في مساء السبت منهم سامر حتى الصباح ونشوة وعناق. شكرا أخي أحمد، فإنه لا يعرف قدر الكرام إلا الكرام، وكل عام وعلم السودان القديم الجديد والقادم بخير، وحتى وإن تبدلت الخرق أرجو أن لا يتبدل الخلق والخلق بفتح الخاء وبضمها أيضا. أخي الشاعر التجاني حاج موسى، نحن قلنا لكم يا جماعة حتى المعاصرين لهم شعر ولو ظنناه للغزل ينفع للتداول والتسويق. دعنينا نقول يا جماعة كمان إحنا لسنا في المتحفيات، حتى من جيلنا نصطحب الذين يجودون. سعدت جدا أخي التجاني يوم كرموك في الاستقلال، وسعدت أنت تتلقى من السيد رئيس الجمهورية فإطلالة مساء الأمس ميدالية التكريم الذهبية، وهو وفاء مستحق بشعر خرج من النفس وبحس أغلى من الذهب. سعدت لأنك منذ الصبا الباكر أنت أيها الريفي النبيل ظللت وفيا للحرف وللناس، ذكيا في مصانعة الحياة والأحياء بلا كلل ولا ملل وبصبر لا يعرفه إلا الكبار. ولست أدري لما تذكرت أنت تصعد تلك الأغنية رغم أنف مختار دفع الله.
بتعرف الله طبعا بيخاف جدا لما تيجي في الليالي الشعرية يجي فيها، يعني عارف انه التجاني بيخريته رغم انه اختار شاعر رقيق يعني. وبعدين بيحب يهاظر التجاني، عارف انه بعد ذاك بيجي كل الهناية ده بيلتهمه يعني، ويقوم يقول في الميكروفون والان نقدم لكم اخي الشاعر الافريقي التجاني. التحية لك يا تجاني وأنت تصعد المراقي بالأغنية والأنشودة. أنا لن أختار لك أنشودة، ولكن تذكروا هذه المعاني المفرحة والفياضة في قصيدة يظنها العامة من الغزل. وبعدت عنك ولما طالبي النوى بقى لي أسيبك مستحيل. تبقى سيرتك هي الكلام، وتبقى صورتك هي الرؤى الحلوة البعيشة في صحوتي أو حتى في عز المنام. ويبقى اسمك هو الغنى، هو اللي بيخفف لي عذابات الضنا. مش شفت منك يا من الروح يا أنا وصفه بيصعب يا جميل. وبعدت عنك ولما طالبي النوى بقى لي اسيبك مستحيل. بالله يا جماعه دي من ايه ولا بلد يعني؟ دي بلد قطيع الشك يعني. عشان كده يا جماعه التجاني ده ما قدر يهاجر. انا في ليله الاستقلال عاتب على الصديق المهاجر المحامي كرار الصديق احد ثمرات سيال وتفاطر الناضيات وشموعه الضاويات في ليلات الشتاء الدامسات بظرفه وأريحيته وانتمائه لتلك الأرومة الفاضلة بعطرها وبخورها ودخانها ودخاخينها. عاتب عليه لأنه وعد بتوثيق ديوان الشاعر يوسف ودعبشبيش، رغم وعده بذلك المغلظ لكنه لم يفعل. ولأن الشجن يبعث الشجا فإنني أناوشه بأبيات هذا الشاعر العجيب يا سيدي الحسن. كمان عبشبيش ده مرات بالغ، قام ختف لي جمال لي شيخ العرب، وبعدين شيخ العرب قطع عليه دروب الشرق والغرب لحد ما كتفوا جابوه هنا في كاملين، تفزوا لك في زنزانة والله ريحته مرقت. فقال يا سيدي الحسن في النهمة ما بتتعطل، ويوسف من مسك البواليس بطل. بعد ما بتب على الدرج الحديدة مكتل أصبح ربعة الريم القميص مشكل. سجنوا مع أولادات كده في حفلة، طبعا شيخ عرب يعني يقول لابسين قمصانهم كلها مشجرة. بعد ما بتب على الدرج الحديد نكتل أصبح ربعة الريم القميص مشكل. سرجك بعدين الوجع الأكتر من كده مرة عاين، والزنازين دي فيها شبابيك صغار فوق، فعاين لقى الجبل بتاعه بيعوا فيه، فقال لي سرجك دلله، سرجك دلله بتله وسلوبك صدا، وسيدك قيده شك ويدفي الدلاله مدجا، ان خلاك بالهارس سنين ومبجا طال شوقك على الدعجم خدودا وجا، وسرجك دلله ملطه القلايد منك، وسيدك قيده شك ويدفي المزاد مارجنك، الخلاكة بالسيف السنين ساكبينك، واشوقك على العبك جلاد وجنك. قل لي طه نيران السواد حرقانا ومحبوسين في اللي بيرق والسجون باريانا،
منتظرين وراجعين ما عرفنا الجانين شنقونا ما بنجر رفيقنا معانا. هذه قرضة واحدة زول يجيب الغايمة كلها. شنقونا ما بنجر رفيقنا معانا. كانت ليلة من ليالي أحد أندية الخرطوم المترفة والحانية بمسائها الطروب، تحدثنا عن التجاني يوسف بشير أو تجرأنا على الحديث أنا وصديق مجتمع خالو التجاني وعبد القادر الكتيابي، وكان المشاهدين كسر وخلص وكاد عبد القادر أن يطل زهوا من المنصة إنه الشعر المواهب غيره في نفسي كلها تحاتت من على عودي، والليالي دهستها والأيام حملتها في شقوق سنابكها، ولم يبقى بيني وبيني إلا هو وحده الذي يواظب الشعر، وحده الذي يواظب على عيادتي يوم ينقطع العواد، والذي يكلمني حينما يسكت الصديق إنه درجتي على السائر. كيف وإنني إذا ذكر الشعر وقف شعر قلبي وانتفش ريشه. وأخيرا جدا عزيزي المشاهد، هل لي أو لك عذر في أن نتجاوز هذا اليوم دون أن نقبل بشاشة رأس الإمام عبد الرحمن المهدي والحسيب النسيب السيد علي المرغني والأزهري والمحجوب وحسن الطاهر زروق والأستاذ الشيخ علي طالب الله وصادق عبد الله عبد الماجد وبوثديو إجلالا؟ وهل نسنا في مثل هذا اليوم عطبر الورشة وأم درمان العلمي ومدن الخريجين؟ وأترك لك بقية المدن والعقد الفريد من الرجال والنساء والأحداث العظام والجسام من لدن ليلة ود الخديوي إلى ليلة الاستفتاء وما بين الأسماء والمواقف، فإنني أنتظر وينتظر التاريخ. هل من مدعة قادمة؟ وهل من مؤانسة؟ وهل من فائدة؟ وهل من إفادة؟ إني أنتظر بهذا المدخل الذي أرجو أن يكون دفيئا في هذه الليلة الشاتية، نسهب ونعود للمؤانسة. عزيزي المشاهد، نريد نعاود أجلس في هذه السهالة السودانية التي تبث مباشرة وما تبث الحلقة خفض من الكلمات وعرفنا الله يجنبنا هذه الزلالة هذه الحلقة الفضائية التي تعقلها بهذا الحب في الدار القناة لذلك، ولكن رزق من الله. وسعيدا أن يعنقها في صف بس دعم مساء اف ام 101، وللذين في كل ولايات هي جزء من الشمال من الجزيرة ومن النيل الأبيض وكل عاصمة عن إذاعة بقية الولاد قلنا يعني نحن بنديه لابس
ركبوا الانتنة تكون تصفية، وهذا ما يسرنا. بس انتنة حكم الذين يهتفونني من كل انحاء يسألون عن يريدونها في كاملة وفي كاملة وفي الشمال وفي كردفان كاملة وفي فور نحن ندومس لوجه الله ولوجه يسعد سوداد التي أراها، وأنا مستمع جيد لها، تستحق هذه التضحية الضئيلة يعني. وهذا خطاب لكل الإخوة بالولايات يعني. الليلة موسفين قالوا في موسفين الليلة في جوبا وصل طب ويهدد مشار مدة 4 يوم. قال له إما أن تتنازل وتبدأ التفاوض، وإما فإن القوة الأفريقية مقبلة عليك. والذي لا يعرفه موسفيني أن قواعد مشار وقواعد سلفاكير لم يبلغها كلام، لأن لغة الحرب قد تصاعدت. نرجو السلامة لتلك الديار الطيبة، والسلامة لشعب الجنوب القاعد الطيب الذي ما وجد في حياته المديدة ولو استراحة محارب من كل تلك الحروب المجانية. ألوان تقول الجنوب انهيار الهدنة، والجيش الأبيض يزحف نحو جنجله، والتغيير تقول تحوطات أممية لاستقبال لاجئي الجنوب وأفواج أخرى إلى الليري، تعسر الوساطة، والجيش يهدد باجتياح جوبا. عقبات تحترض وساطة الإيجاد، والشرطة تلقي القبض على زوجة صوفي معروف، قالوا زورت لها شهادة لعربة فخمة همر صالون بلون أبيض، وتشاكست الورثة في الملكية دولة الملكية دولة جنوب السودان على شفا حرب أهلية أخبار اليوم. وجيش النوير الأبيض يزحف لبور ويتوعدهم بمجزرة. وزير المالية يهدد برفع الدعم في حالة مطالبة الولايات بزيادة نسبتها من الإيرادات القومية. رئيس البرلمان السابق يشكك في سلامة إجراءات الأموال المخصصة من قسمة الموارد للولايات. اليوم بدأت معركة اتحاد المحامين السودانيين بين الوطني والمعارضة. رئيس الجمهورية انتهى عهد التمكين والتسييس، وهذا لعمري تصريح قوي وخطير. في مخاطبة العمال السيد الرئيس يقول انتهى عهد التمكين والتسييس، وهذا ما ظل أبناء السودان ينتظرونها من فترة طويلة جدا. يبدو أن الرئيس قد تأخر فيه كثيرا. ليس هنالك أي معنى للتفرقة بين أبناء السودان، ولو كان يعني اتخذت الإنقاذ هذا الموقف في أولى سنواتها من أجل تثبيت أركانها ومحاربة المعارضة المسلحة، فهذا مجرد استثناء.
ولكن طالت مدة التمكين للموالين ضد المبتلين من بقية الشعب، وهذا أس الفساد الذي حدث. فكثير من أبناء السودان الأذكياء والعفيفي اليد والفؤاد، والذين قالوا لا لفترة أو لبرنامج لا يرونه صحيحا في تلك الحقبة أو في بعض الجزئيات. أنا بفتكر أنه هذه الكلمة التي قالها الأخ الرئيس بأن عهد التمكين والتسييس وأولاد المصارين البيض قد انتهى، جاء متأخرا جدا، ولكنه جاء صحيحا جدا. عشان كده نحن بنقول يا الأخ الرئيس، آن الأوان أن يبرز سودان الشعب، لا سودان الحزب، سودان الدولة، لا سودان السلطة. وأنا بفتكر إنه الأخ الرئيس لو مشى بين إمرة واحد ما بحصل، لازم يطلع بين إمرة أربعة، لأنه نحن دايرين نتعجل في أن نزيل الغبن من الشعب السوداني. نحن سواسية. وأنا بفتكر حتى ولو ادعت الفترة تلك بأنها فترة إسلامية للإسلاميين، أنا بفتكر بالذي نعرفه أن هنالك الملايين من أبناء السودان أشرف بكثير ذمة وخلقا ودينا ومعرفة من الإسلاميين، الصادقين فيهم وغير الصادقين. ولذلك نحن أكثر الناس فرحا بشطب هذه الفترة، فترة التمكين والتسييس والمصارين البيض وأهل الموالى وكذا. ده كلام فارغ. نحن بنفتكر نحن أبناء هذا الشعب، ولذلك يجب أن نرفع رايات المعافاة. وافتكر حقه نحن نساعد الأخ الرئيس. يا جماعة، أي زول قاعد في منصب ما بيستحقه يقدم استقالته. لو قاعد لك في صقر لست على طاقته ولا على سموقه ولا تستطيع أن تقدم شيئا لهذا الشعب، قدم استقالتك، لأنك ممكن تخدع الناس كلهم، لكن ما بتقدر تخدع نفسك ولا رب العالمين. استقالتك، لأنه كثير من المؤسسات التي تدار حتى في الموازنة الأخيرة دي، التقييم بتاعي أنه موارد صفر، مؤسسات فقيرة لإدارات ثرية جدا. يعني نحن مع الأخ الرئيس في ذلك، وبسرعة متناهية، بنمر أربعة زي ما قلنا. أنا أفتكر أنه أشرف للإسلاميين، وأشرف للإنقاذ، وأشرف لتلك الحقبة بما فيها من إنجازات وإخفاقات، إنها تعود لصالح الشعب. وأنا بفتكر إن الذين يخرجون من أبناء الشعب اختيارا وحرية وامتحانا أمام الناس في الصقيعة، هم أشرف من الأتقياء الأخفياء الذين يأتون من الظلام أو من حيث لا نحتسب. نحن مع الرئيس، ولكن بسرعة فائقة جدا، لأنه أي مظالم، إن تطاول الزمان مظلمة. مصادر الحكومة تتجه لرفع الدعم عن القمح. موافقين، لكن مش للإفقار ولا التراجع عنه، عشان يبقى استراتيجية. لو بقى استراتيجية، والله الشعب ده لو باع زي ما بقولوا، لو تقاع المدخر من ملاليم، لو بقت استراتيجية وصادقة بيدعم المزارع بتاعه. مصلحتنا شنو؟ احنا ندعم المزارع الاسترالي والكندي، نحن بندعم أولاد بلدنا. لكن السؤال المر، من الذي تراجع عندما اكتفى السودان من القمح؟ البشير نحكف على إعداد برنامج شامل لإصلاح الخدمة المدنية،
رحيل القيادية الشيوعية سعاد إبراهيم أحمد. وسعاد إبراهيم أحمد امرأة تشرف كانت السياسة السودانية، الذي يعني يعجب به ويعجب له ويعجب فيه لأصحاب المذاهب هذه المقدرة الصميمة في الصمود. سعاد إبراهيم أحمد وحامد الأنصاري زوجها لفت انتباهي إنه في لحظات الرعب وتخلخل حركة 19 يوليو ما كان في بيت بيلجأ له عبد الخالق محجوب غير بيت سعاد إبراهيم أحمد وحامد الأنصاري. ولذلك مهما الناس اختلفوا واتفقوا فكريا حول مناهج الماركسيين السودانيين، لكن دائما تنبع في النص في كده مجموعة من الكوادر تذكرك بطينة السوداني الأصيل والشجاع غير الهياب. وسعاد إبراهيم أحمد من هذه الملة، ملة الشجعان والأوفياء لفكرها. ونحن بالمناسبة يعني مهما اختلفنا الذين يرتبطون بفكرة ما هم في نهاية الأمر لا يخفون شوقهم لبعضهم البعض. ولذلك نحزن جدا حتى الذين نختلف معهم إذا تمسكوا بأفكارهم نخشى عليهم السجون والموت والظلم هم وأبنائهم. ولذلك أنا كل ما حدقت في صاحب فكرة مهما اختلفت معها ووجدته صادقا وصابرا ومناضلا يهزني هذا الموقف، لأن فيه صلابة الإنسان مطلق الإنسان وعفته وشجاعته. تذكرت كل الذين ألقاهم وهم على ذلك الطريق حتى ولو اختلفنا فيه، لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، اشرح هواك فكلنا عشاق، فلقد يعينك من شكوا له الهوى في حمله فالعاشقون رفاقه. ولذلك صلة الفكر بعض العشق. رحم الله سعاد إبراهيم أحمد بقدر ما قدمت لوطنها وبقدر ما قدمت لبيتها ولأبنائها لها الرحمة، وهؤلاء دائما بصدقهم يرحلون على حسن الخاتمة إن شاء الله. البشير عهد التمكين والتسييس انتهى، السفير الأمريكي والبريطاني والفرنسي يتناولون العشاء بمنزل شيخ الزين بأم درمان، وفاة القيادية الشيوعية سعاد إبراهيم أحمد، والصحافة تقدم ملف خاص بذكرى الاستقلال، واليوم انتخابات نقيب المحامين، دولة الجنوب تتهم العدل والمساواة باحتلال فاريانغ، بيتر جاديت للانتباه سيطرنا على بور ونتقدم صوب جوبا، البشير عهد انتهى عهد التمكين. احتفت جدا الصحافة السودانية بتصريحات الرئيس البشير وهو ينتقل من قيد الحزب إلى رحابة الشعب. البشير عهد التمكين والتسييس انتهى، العهد والمساواة، العدل والمساواة تقاتل مع قوات مشار، البرلمان دفع الله حسب الرسول يتعرض للضرب من زوجة أستاذة جامعية. البشير انتهى عدد تمكين وتسييس الخدمة العامة. وكل الصحف اهتمت بهذا العنوان. وأنا الحقيقة عجباني جدا العبارة بتاعة الشاعر الشعبي بتاع جلد الحر رهيف، أحل أقل حاجة تجده الحر، يعني الأحرار والثوار والأحرار دي ما كلمة ساي، الحر ده معناه هو ذلك الرجل الذي يشبه باطنه ظاهره،
الزول المسربل بالمرؤات جلد الحر رهيف، اقل حاجة جلده، لكن بالنسبة غير الحر جلده تخين، ما في حاجة بتحركه، ديوس ما عنده، شاف له مسكين ما بيستوقف، لو شاف له طفل جريح ما بتستوقف نجدة، ما ده جلده تخين، معناه هي العبودية ما تملك، العبودية تخانة جلد. ولذلك هذه العبارة يا جماعة عبارة جميلة، جلد الحر رهيف، أقل حاجة جده، أنا أي حاجة منتبه لها، أي حاجة لازم أعدلها. أنا بتذكر من الحاجات اللي تعلمناها في بيوتنا السودانية، يعني أمهاتنا زمان وحبوباتنا تقول لك يا ولد أنت ما شايف المركوب ده مقلوب؟ صلحوا. ده يقول لك تحس انه دي تربيه، ما تشوف الحاجه الغلطه تعمل، يعني لو انت عينك دي وقعت لها في مركوب مقلوب وفاتت، بعد اي حاجه حتشوفها مقلوبه ما حتصلحها. استغرب انه حبوبتي دي مثلا ليه تقول لي صلح المركوب ده؟ فحسيت انه دي تربيه، انك انت مره عمكم خويا الله يرحم رسلنا انا في السوق معاه وبعد اترفدنا من القرايه، قال لهم العمال بيجردوا، قال لهم شي جيب لهم فول، شوف انا ولده هو كبير في السنه، قلت رئيس اتحاد عمال شغالين، ولا امشي جيب لهم جيبوا لهم فطور، مشيت جبت لي، طبعا حسي انا لو جاي اشتري حاجه لازم اشوفها، لازم لما يشتري طماطم لازم يشوف كله طماطميه يشوفها كده عدة نشتريها، انا امشي اجيب لهم فطور، مشيت وقفت كده زي الفنديه كده، ادينا ثلاثه فول، كبلي ثلاثه فول السكن كده، بعد القروش جبت عيش وكده، عم اخويا لي عاين كده للفول، قال لي ده فول؟ قلت قال لي ده وسخ، داخل قدر امشي اتفقه، جيب الكيس ده، قال لي ده ما الله طيب ما بي طيب ما تدي مسكين، كباه في كيس كده، قال لي امشي الكشرة دي اتفقه، ارمي، مشيت رميته، مستعجب جدا، جبت على الشاي قال لي ادي جماعة الشاي، ده الشاي كده، قال العيش ده قرضه، قال لي الزول اللي بيشيل حقه وبيشتري حاجة كعبة، تاني أي حاجة في الدنيا بيشتريها كعبة، بيته كعب، مرته كعبة، ما أوعى من هنا زول بيتعلم، ما في زول بيشيل قرشه بالحلال بيجيب لي حاجة كعبة. ولذلك حسنا لما نشوف لي لجنة ولا زول بتاع مشتروات مش جاب لي حاجة كعبة، أول شيء عنده إحساس إنه القروش دي ما حقته، قروش الشعب دي ما حقته، عشان كده جاب لي مصنع بايظ أو مستهلك، وده زول ما فيه خير، ما فيه خير، وزول ما تعلم، وزول أحسن يخون روحه هو، لأنه جريرته ما متعدية، لكن لو خان شعبه، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون زي ما قال سياب، يخون إنسان بلاده. أنا جلد الحر رهيف ده في الأول كده قلت البرنامج ده يهتم بأشراف الأمور، آيات الفوق القيم كده، لكن أدركت إنه التجربة في إنه أنا أتعلم والناس يتعلموا، نبدأ بالأشياء الصغيرة ونتنامى بها. وبعدين بالمناسبة يا جماعة العين دي والنفس دي لو علمتها إنها تتجاوز الحاجات الصغيرة الغلط بتتعلم إنها تجاوز الكبائر الغلط، لازم تعلمها من الصغير ده وتترقى. قام ضرب لي صباح كده، أنا
عندي عادات كده، انه اول تليفون الصباح ده لازم ترفعه بعد صلاة الصبح، ده يجيك تليفون طوالي ترفعه مهما كان، بعد الحلقة دي اول تليفون انا برفعه، لا ما برفع، لكن اول تليفون كده. اول تليفون جاني الصباح قال لي يا اخي انا المواطن فلان الفلان، مرحب بك، حق الله بق الله. قال لي يا استاذ انا ساكن في الليزر قاف هنا في بحري، انت عارفه؟ قلت له بالحيل. قلت له انتوا ما جدكم شهيد في المهديه؟ قال لي يا جدنا الازرق شهيد وانا حفيده، صوته كده عيله. انا كده قلت له اي بيت سوداني فيه شهيد. فقام قال لي يا استاذ انا ضربت لك في حاجه خطيره جدا. قال لي يا اخي المويه اللي واصلانا للزرقاب ومره ب واصلانا من الزرقاب ومره بحلفايه الملوك جايه من الكدر وبتسقي ناس كتار جدا. قال لي مره اتكسرت فقاموا جا ناس المويه صلحوها وخليها فاتحه. قال لي زمان العمال بيحفروا بيدينهم عشان كده بيترفقوا بالبايبس دي، هسه قال لي بالكراكه يكسروها. فقام قال لي خلوها فاتحه لانه فيها نزز. قال لي والله يا استاذ النزز ده الان بقى بحيره. قال لي دي ما المشكله. قال لي الحته دي بقت بحيره كمية من الضبان وكمية من البعوض وكده قطع جلودنا دي. لكن أخطر من حاجة، قال أخطر حاجة يا أستاذ، قال لي بيجوا الجزارين اللي بيضبحوا كيري ما في السلخانة، والسودان ده كل الناس بيضبحوا كيري وأي حاجة كيري، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الثقافة أي حاجة كيري، اللي يضحوا كيري ده بلا اذن. قال لي بيجوا شايلين الاوساخ بتاعه والفرت والوسخ والكرشه وكده بيجدعوها هنا. قال لي الحته دي بقت مستنقع للاوساخ، يجي يوقفوا عربات ونرموا الحاجات دي هنا. قلت له صور. قال لي المويه اللي بقت تجينا مسممه ملوثه. قال لي يا استاذ نحن لنا شهور نشتكي، واحد ود مقنع واللي عنده ضمير حي عشان يوقف؟ قال لي اطفالنا مرضوا، بيوتنا مرضت، الريحه كتلتنا. قال لي ولا حياه لمنتنا دي. قال لي لكن والله واحد فيهم بخلوا امتيازاته تدخر يوم ما في. قال لي والله لو واحد فيهم ما هي تتقض يقطعوا الشارع. قال لي يا استاذ انا ضارب ليك، انا ضارب ليك. قال لي انا فقير وانا جنب النيل بنشتري قال لي المويه بتاعت الصحه عشان نسقي اولادنا، ونحن حق اللقل ما عندنا. قصاد القصه دي الان كميه، انا بس داير اقول الحاجه دي انه في ناس حيموتوا، صحه البيئه في الواطه، عفن وسخ، ودي قروش نحن ندفعها لناس عمال موظفين هيئه، ناس بيشكوا لهم شهور. عليكم الله دي بيفتكروها الناس من الصغاير، دي بيفتكروها الناس من الصغاير، اطفال حيموتوا، امهات حتموت، اباء حيموتوا، صحه بيئه حتدهور. وهذه مناطق كريمه، يعني مناطق كريمه جدا، افضل الناس. بس الحلفاية ده تاريخ، والزرقاب والكدرو دارين نقول بس واحد كده من الناس المياه ديل في بحري، ما الذي يمنع أن تزال هذه البركة التي أصبحت بحيرة؟ ما الذي يجعل الجزارين ديل يعني لا فيهم رحمة لا فيهم وطنية؟ يا أخي احفر لكم حفرة أردموا فيها القصة دي،
يمكن بعد 100 سنة تبقى بترول ترميها في موية الناس. يعني أنا داير أقول إنه إحنا فجعنا مش 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 في الأخلاق. يعني زمان كنا بنفجع في الإتيكيت والذوق، حسي بقينا نفجع في كرائم الأخلاق، في أشراف الأخلاق، في إيذاء الناس. كل زول لا يبالي ما دام هو رمى وسخه ده وذهب بعيدا. يا جماعة اللي حصل لنا شنو؟ انتوا قايلين الوسخ الكبير ده سببه شنو؟ ما أوساخ صغيرة جدا. ولذلك أنا عجباني جدا عبارة ذلك الرجل التاجر، وأنا قلتها قبل كده، تاجر أنيق جدا في السوق وصديقه رجل فاضل جدا من الضهارة والولايات، أصدقاء، لكن الظريف ده دار صاحبه ده يكون في ظرفه ده متباعد عن الآخرين والجماهير. كل مرة يجي يلقاه متحلقين حوله كمية من أهله جايبون القطر واللواري المرضان ورضان، وبعدين يسلم عليهم في حب وقاعد كده. فيوم جزئ كل مرة يجي يلقاه مع الجماعة ديل، فقام قال له انت يا فلان قدامه كده تعال، حتى الكلام جاون يعني، شنو مقعدك مع الناس الوسخانين ديل؟ فقام الرجل ده قال لي